فكلما أقبل العبد على الله أقبل الله تعالى إليه وحفظه وفتح له أبوابه. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أقبل شهر رمضان فرح وقال مرحبا بمطهرنا من الخطايا، مرحبا بمطهرنا من الخطايا. وذلك أن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال المعلى بن فضل كان السلف يستبشرون بقدوم رمضان ويدعون الله قبل رمضان أشهر أن يبلغهم الله رمضان، منذ أن يبقى على رمضان شهرين وثلاثة يكون أحدهم إذا دعا بالمغفرة والرحمة وغير ذلك من الدعاء يضع فيها دعاء يتعلق برمضان فيقول يا رب بلغني رمضان، اجعلني ممن يبلغون رمضان. وكان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا، وتسلمه مني متقبلا. والصوم أيها الإخوة الكرام عبادة محبوبة إلى الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أعمال ابن آدم التي يعملها الأعمال الصالحة ربما كان له شيء من الدنيا يتبعها، أنت إذا تصدقت شكرك من تصدقت عليه، وربما رآك بعض الناس وأنت تتصدق فأثنوا عليك وشكروك فوجدت شيئا من نتيجة عملك في الدنيا. وكذلك الإنسان الذي ربما يصلي في المسجد ربما أثنى عليه الناس فوجد شيئا من نتيجة عمله في الدنيا. كل واحد له إلا الصوم، الصوم عبادة خفية، وذلك أنك يمكن أن تدخل لتتوضأ فتشرب الماء ولا يعلم بك إلا الله تعالى، فإمساكك عن الطعام والشراب حقيقة يدل أن قلبك مريد لوجه الله متعلق به راغب فيما عنده. وبالتالي قال الله تعالى في هذا الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، الصوم وسيلة للإخلاص، إلا الصوم فإنه لي، يعني خالص لوجهي مبتغى به رضاي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، يفرح عند لقاء الله بالأجر العظيم لهذا الصوم وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم، رائحة فم الصائم، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأفضل الصوم أيها الإخوة الكرام هو صوم شهر رمضان، صوم يوم واحد من رمضان أفضل من صيام يوم عاشوراء الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، وأفضل من صوم يوم عرفة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إنه يكفر سنتين، وأفضل من صيام العشر من ذي الحجة، وأفضل من صيام الاثنين والخميس، صوم واحد يوم واحد فقط من رمضان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني الزكاة الواجبة أحب إلى الله من الصدقات العادية، الصلاة المفروضة أحب إلى الله من النوافل، الحج المفروض أحب إلى الله من غيره من الحج، كذلك الصوم في رمضان أحب إلى الله تعالى من جميع أنواع الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بوجوبه واحتسابا للأجر، يقول يا ربي أنا أصوم لا رغبة في رضا فلان أو فلان، أنا أحتسب الأجر، أنا أتعب وأعطش ويصيبني الحر لكني أحتسب وأفكر وأرغب في الأجر المترتب على هذا التعب. من صام رمضان إيمانا بالله واحتسابا للأجر غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار مسيرة 70 خريفا، رواه البخاري. فالصوم أيها المسلمون عبادة محبوبة إلى الله تعالى، وقد رفع الله تعالى شأنها وجعلها الله تعالى حتى في الأمم السابقات، وكان الصوم معروفا عندهم
فإن موسى عليه السلام صام لله تعالى 30 ليلة ثم أتمها الله تعالى له بعشر. ولما سئلت مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وكانت تقصد بالصوم الإمساك عن الكلام، لكن لفظ الصوم لفظها بالصوم يدل أن الصوم موجود عندهم أصلا. وهذه العبادات لما جعلها الله تعالى أيها الإخوة الكرام على الأمم السابقة دل هذا على أنها محبوبة عند ربنا سبحانه. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم. وقد كان الصوم في بدايته ليس واجبا، أول ما فرض الصوم كان من أراد أن يصوم صام في رمضان، ومن أراد أن يفطر أفطر حتى وإن شاء الله على الصيام، لكنه كان يلزمه أفضل أن يتوقف ذلك اليوم، وذلك من باب التحويض والتدريب لهم على الصوم. ثم لما بدأ الناس يتعودون عليه ويألفونه أنزل الله تعالى في ذلك الفرض، فقال جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم، كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين الله تعالى العلة من الصوم فقال لعلكم تتقون، لعل قلوبكم أن تصلح. التقوى في القلب، التقوى ها هنا. الصوم لا يتعامل مع بطنك ولا يتعامل مع فمك، الصوم يتعامل أيها المسلم مع قلبك. فإذا صمت فليرق قلبك فيؤثر في عينك فلا تنظر إلى حرام، ويؤثر في لسانك فلا يتكلم بحرام، ويؤثر في سمعك فلا يستمع إلى حرام، ويؤثر في يدك فلا تلمس حراما ولا تعطي حراما ولا تأخذ حراما، ويؤثر في رجلك فلا تمشي إلى حرام. الصوم لا بد أن يؤثر فيك. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الذي يحقق التقوى في صومه هو الذي يكون صومه مقبولا. فاعزم على الصوم واستبشر بمجيء هذا الشهر العظيم، واعزم على ختم القرآن فيه مرارا، وهيئ نفسك له، هيئ نفسك لهذا الشهر الكريم. وقد